الدرجة اللي عرفتها المحاكم المغربية بخصوص جواز التلقيح والاحتجاجات ديال المحامين. الحمد لله المحامين دابا رجعوا كيزاولوا المهنة ديالهم ودخلوا للمحاكم. فشنو التقييم ديالك لهذه الوضعية؟ خاص الناس تعرف بان المحامي والمحاميه في الاحتجاج ديالهم او في الانتفاضه ديالهم ما كانش بالغايه انهم يحصلوا على واحد الامتياز من باستثناء يعني من دون المواطنين الاحتجاج، او ما كانش حتى احتجاجا لدعم الدستور والمواثيق الدوليه. احنا كرجال قانون وكنساء قانون كذلك كنعرفوا بان المغرب يعيش تحت القانون ديال الطوارئ الصحيه. الخرق جاء لهذا القانون الطوارئ الصحية، أن في المادة 3 في الفقرة الأخيرة من قانون الطوارئ الصحية الحكومة هي تمنع على نفسها أنها تصدر واحد المرسوم أو واحد البيان من شأنه أن يعطل أو يشل المرفق العمومي من أداء الخدمات دياله للمرتفقين. هذه الحكومة في قانون صادر في الجريدة الرسمية ألزمت نفسها بهذا الإلزام. المرافق العمومية الحيوية ما يمكنش نتحدثوا عليها دون ما نتحدثوا على المحكمة أو على القضاء، لأن في القضاء كاين مصالح الناس، مصالح الناس مرتبطة بالحريات، مرتبطة بمصير، مرتبطة بالاستثمار. فجأة يعني كتجي واحد الرسالة وما غاديش نسميها لا مرسوم لا دورية، رسالة غادي نناقشوها من بعد، وكتمنع المرتفقين عامة، قضاة، محامون، موظفون، عموم المرتفقين من دخول هذا المرفق العمومي الحيوي إلا بالإدلاء بالجواز ديال اللقاح. هنا كتولي الحكومة هي نفسها في تناقض. خرجوا المحامون، علاش خرجوا المحامون؟ لأن لقاو بأن البرلمان ما دارش خدمته. مفروض في البرلمان بالغرفتين معا يقيم الدنيا ولا يقعدها في ذيك الأيام. علاش؟ لأن مرفق عمومي في حجم المحكمة تم إغلاقه وإقفاله بمجرد رسالة. كنتم دائما كنتم كتسألوا علاش احنا مقصودين بهذه الطريقه، ان علاش حنايا وماشي المرافق المدارس نشوفوا انهم خدامين عادي، الجامعات ما تفرطش فيهم. هو هذا السؤال اللي طرحناه ماشي من باب يلا سدوهم حتى هما، احنا من باب الحكومه ياك انت خديتي على العاتق ديالك في القانون ديال الطوارئ الصحيه على انك تحافظي على المرفق العمومي الحيوي باش يستمر، علاش المحاكم ما استمراتش؟ واش المحاكم مرفق عمومي غير حيوي؟ وحنا كنعرفوا ان الناس معتقله وعندها شهود الى دخلوا المحكمه يقدروا يبرؤوها، وهذوك الشهود خاصهم الجواز ديال اللقاح. وعندنا نساء كيطالبوا بالنفقه ديالهم، عندنا عائلات مهدده بالحكم بالافراغ وخاصة تدليب وثائق، عندنا اصول تجاريه مرتبطه بالاستثمار خاص المحامي يدخل يدليب وثائق. هذه كلها اشياء المحامي خرج باش يعني يسجل واحد النقطه للتاريخ، على ان الحكومه، وهذا كنا كنتخوفوا منه في البدايه ديال هذه الجائحه، وهو ان اقرار قوانين خاصه بالطوارئ الصحيه، كيف ما كانت كلمه الطوارئ هي وسيله من الوسائل التي يستغلها البعض داخل واحد المنصب معين، ويعني وكنبداو نخضعوا او نخضع هذه القرارات المزاجيه، وكنديروا واحد القرار ولا رساله يعني كتبان لي انا يعني سائبه شارده وكتجيب واحد النتائج عكسيه. ولكن الحمد لله انا بالنسبه لي هاد الايام اللي عشناها ديال هاد الانتفاضه كانت بحال واحد الاستفتاء عند المحاميات والمحامون ديال المغرب بصفه عامه، تبين لنا كاين الخير وشيء طبيعي، على انه في ظل تردي الوضع ديال مفروض في المعارضه. انا كنت كنتوقع على ان ملي مجلس النواب ومجلس المستشارين يسمع بان المحاكم تسدات كيعقد جلسه طارئه حذرها المحكمة المرتبطة بجميع مناحي الحياة، حيث المواطن ما يمكنش من تحدش لي على العدالة. العدل راه هو أساس الملك كيف كيقولوا، كيف كتقول الفكرة. إذا ممكن نتوقع أن ثلاثة الحوايج ما يمكنش يعيش بهم المواطن، ما يمكنش يعيش بلا عدالة وبلا صحة وبلا تعليم. الباقي هو ما يمكنش يعيش غير هذه الأولويات، هي واحد جوج ثلاثة. ورغم ذلك هناك من سمح لنفسه أن يغلق المحاكم. تفاجأنا واحد النهار، وهذه غتبقى ذكرى سيئة وصمة عار في جبين، هذاك اللي خدا هذا القرار، أننا لقينا المحاكم مسدودة بالسناسل ومدير لها القفولة ومطورقة. هذا بالاثنين ولا غد الثلاث تعسكرات، ولينا المكان اللي كندخلوا نأديو فيه المهام ديالنا في سكينة وفي هدوء كنتواجهوا بواحد المتاريس ومحاجز ومعابر، والبوليس بشتى الأصناف ديال الدرجات والأنواع،
ما بقيناش عارفين روسنا واش حنا داخلين المحكمة أو لا داخلين واحد المنطقة مفروض عليها واحد حضر عسكري أو لش حاجة من هذا القبيل. يعني انتم ملي مشيتوا ما مشيتوش باش تدويو على نفسكم وعلى بانكم انتم بغيتوا تدخلوا للمحاكم وانما بغيتوا تدويو على المصالح ديال الناس اللي تعطلات. ابدا واش غادي يدخل المحامي بوحدو يدير في المحكمه؟ ها انا قاعد دخلت كاع وداروا لي امتياز ودخلوني من الشرجم ولا دخلوني من اللور ديال الباب ودخلت بوحدي انا كنسارى انا والقاضي انا وهيئه المحكمه اش غنبقى ندير انا؟ يعني انتم بغيتوا المصالح ديال الناس. هي المنظومه ديال العداله هي راها جماعيه فيها المحامي وفيها القاضي فيها الموظف اللي كاتب الضبط وفيها المتقاضي راه حضور اكثر من ذلك. المشرع راه ما مشاش غير هكا، المشرع راه مشى لعلانيه الجلسات. ممكن الناس اللي ما عندهم ما يدار يدخلوا للمحكمه، هذه علانيه باش ياخذوا العبره، هذه هي العبره من علانيه الجلسات. اما حنا غنوليو دابا في جلسات سريه الاولى، جلسات مغلقه، جلسات مبثوره فيها طرف وما فيهاش طرف، جلسات خاصه ولات عندنا محاكم خاصه باصحاب الجوازات اللقاح. ملي المحكمه او الحكومه دير تكمل خيرها وهي حكومه ديال جميع الناس، دير محاكم خاصه بالناس اللي ما عندهم جواز اللقاح ومحاكم خاصه ملي غتلقى راسك هنا ولا هذا الميز هو ميز، لان هذا ميز ما خصوش يكون الا في المحكمه، ما نتوقعوا في الداخليه، نتوقعوا في شي ادارات اخرى عندها هذه الفكره. ولكن امام المحكمه نعطيك واحد المثل، اننا المتهم كيكون مرتكب جريمه فظيعه وكيجي مصفد اليدين، ولكن ملي كيمثل امام القاضي تزال الاصفار احتراما لهيبه المكان وهيبه المجلس. وملي يولي هذاك المكان اللي يفترض فيه المهابه واللي توزع فيه حقوق ديال الناس ما تدخل ليه انت الا دوز فواحد المعبر ودوز فواحد السدود وتعرض لواحد الضغوط، فلا اعتقد على ان المحامي ولا القاضي ولا الموظف ولا المرتفق غادي يدخل بسكينه وبهدوء باش يطالب بواحد الحق كيطلب منه واحد التركيز كبير. باش بالنسبه للجواب ديال وزير العدل فامام مجلس المستشارين واللي ما قنعش حتى شي واحد بالنسبه للمهتمين، هو كيقول على ان المحكمه الدستوريه اعطت الحق للسلطه القضائيه ووزاره العدل انهم ينسقوا بيناتهم في التدبير المالي والاداري للمحاكم. مزيان هذه النقطه، ولكن واش علاش انا حيت السؤال اللي طرح ليه ربما طرح ليه من شي حزب ديال الفريق اللي معاه في الحكومه، فكان سؤال شكلي كان يفترض انه يطرحوا واحد من المعارضه ويتشبت به، لان هذا القرار ديال المحكمه الدستوريه فهموا وزير العدل او بغي يفهموا المواطن وكان المحكمه الدستوريه قالت للسلطه القضائيه انا سقيتي والسلطه التنفيذيه في كل شيء، في حين ان التدبير المالي والاداري للمحكمه ماشي هو منع المتقاضي من الدخول، هذا تشريع. ملي كنقولوا على ان هنا شنو وقع هو انهم حولوا لنا السلطه القضائيه من جهاز اللي خصو يبقى فيه محايد ونحتكموا ليه الا اختلفنا الى ردوه طرف، محاكم نزلوا فيها رؤساء المحاكم ووكلاء الملك وشرفوا على عمليه المنع ديال الناس من دخول المحاكم. فين انا اللي باغي نجي ندخل واحد السيد منعني لا عندك لا ما عندكش، بغيت انا وياه ندخلوا في خصام، فين غنمشيو؟ السيد اللي مفروض فينا نمشيو عنده راه هو اللي حابسنا. لذلك حنا في هاد الوقفه اللي كنا باغي نديرو استرجاع هيبه القضاء واسترجاع استقلاليه القضاء، وان القاضي ما يمكنش يملي عليه شي واحد شي حاجه، القاضي مستقل، واذا فقد القاضي استقلاله بشينا فيها كاملين، والقاضي ملك لجميع الشعب، كل شيء اي واحد يدافع على استقلال القضاء. ممكن الساده القضاة يدافعوا على مصالحهم الخاصه بهم هذا حقهم، ولكن كمؤسسه كمنظومه ديال القضاء حنا جميع الشعب معني وجميع المثقفين والنقابات والجمعيات والمجتمع معنيين باستقلال القضاء، ويبقى القضاء حتى واحد ما ينزل واحد المسؤول القضائي باش يدير واحد المهمه لا تدخل في اختصاصه، ماشي من اختصاص السيد وكيل الملك ولا من اختصاص رئيس المحكمه انه يطالع الهواتف ديال الناس ويتحول لواحد المنصب اقل من منصب اللي حنا عاطينو ليه. لذلك خرجوا المحامون لارجاع المياه التي زاغت على الاتجاه ديالها، واكيد انهم سجلوا واحد النقطه للتاريخ، سيذكرها التاريخ سيذكرها الاجيال. فمعروف على ان المسيرات ما كتنجحش في دفعه واحده، بدايه الغيث هي قطره، وحتى الرسائل السماويه راه ما نجحتش بين عشيه وضحاها اللي كانت مدعومه من عند الله تعالى، خضت عقود وعقود. حنا كنتمنوا هذا الجيل اللي كنتميو ليه حنا اننا نكونوا بدينا هذه القطره، نتمنى من الله يكون الغيث قريب ان شاء الله.